تخرجت الحمد لله من الثانوي بنسبة 92%، فكانت النسبة هذه يعني تأهلني أني أختار التخصص اللي يناسبني. كان وائل يحرص على أنه يوفر مصروفه، يستثمره استثمار جيد وكذا، فكان حريص يتابع أموره المالية أو يدير أموره المالية بشكل ناجح وجيد، والخصلة ذي ساعدته هو في الجامعة. انشديت لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونظرت للتخصصات المتاحة، وانتبهت لتخصص كان نوعا ما جديد هذيك الأيام، اللي هو إدارة نظم المعلومات، وشدني هذا التخصص، حسيت أنه ممكن يطبق في عدة قطاعات. وائل كذلك كانت تستهويه أنه يروح للبنك، فكان يروح معاي عدة مرات وهو صغير جداً. وأتذكر هذاك اليوم جلسنا في غرفة الانتظار، كان في موظف من البنك، كان سلس جداً ويعرف كيف يتعامل مع الناس، فحسيت أنه هو الممثل الإنساني للمؤسسة المالية، وهذا الشيء شدني كثير. فكان هالعمل يشعر بالسعادة بصراحة، درس منه أهمية العمل البنكي. ذكرى هذه لهذا اليوم ظل معي لفترة طويلة، فأظن كان له تأثير على قراراتي في المستقبل، أظنه أدى إلى انجذابي للقطاع البنكي والمصرفي.